من أرض الفرات ومن مدينة دير الزور، نريكم الخراب والدمار الذي يعم جميع أحياء المدينة. حسبي الله ونعم الوكيل. يقومون بقصف أنحاء المدينة وكأنهم يقصفون بإسرائيل، ولا يميزون بين الحجر والبشر ولا حتى الأشجار. الله أكبر الله أكبر. في دير الزور حضارات كثيرة، وهنا وفي هذا الحي، حي الجبيلة الصامد، نريكم أحد المعالم الموجودة في هذا الحي، وهو مسجد الفردوس الذي يوجد في داخله العديد العديد من الشهداء، أسكنهم الله فسيح جنانه. طبعا أوصلنا لكم العديد والعديد من صور ومقاطع الدمار، ولكن كي نريكم ما حل بنا في مدينة دير الزور، لكي يرى العالم مجمع أن مدينة دير الزور خراب ودمار ولا تصلح حتى للمسكن. الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. كان معكم أخوكم أبو جراح الداري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.